في خبر أنا بشوفه من الأخبار المهمة جدا، والخبر في شكله وفي صياغته وفي مضامينه يبدو رائع جدا، بس أنا لازم أفهمه. خد بالك، المجلس القومي للأجور خد قرار برفع الحد الأدنى لأجور القطاع الخاص ل 6000 جنيه من مايو 2024. الحد الأدنى للأجور في القطاع الخاص، طيب 6000 ده رقم كويس، يعني لو إنه ده الحد الأدنى ده رقم كويس جدا. أنا بقى عايز أفهم، هل ده هيبقى بيحمل صفة الإلزام ولا لأ؟ هل ده هيبقى بيطبق عليه التراتبية في الزيادة؟ يعني إذا كان الحد الأدنى 6000 فيبقى كان الحد الأدنى اللي قبله قد إيه، فنحسب النسبة فتبقى النسب دي متوالية وصولا إلى أعلى أجر في أي منشأة أيا كانت. خليني أفهم القصة دي من الدكتورة حنان نظير، مستشار المجلس القومي للأجور. أهلا بك يا دكتور حنان. أهلا أستاذ يوسف، أهلا بيك، وكل سنة وأنتم طيبين. وحضرتك طيبة، وحضرتك طيبة، ربنا يخليك يا دكتور. دكتور، مسألة رفع الحد الأدنى لأجور القطاع الخاص لـ 6000 ده فاعلا من مايو 2024، يعني نهاية مايو، صح كده؟ لا، يعني هو هيطبق من 1 مايو، فيبقى الأجر بتاع آخر مايو. أيوه. اللي هو الأجر عن مايو بالظبط كده. هل هذا القرار يحمل صفة الإلزام؟ طبعا يحمل صفة الإلزام وفقا لقانون العمل. المجلس القومي للأجور هو الجهة المنوط بيها تحديد الحد الأدنى للأجور في القطاع الخاص. حلو جدا. طيب العاملين بالقطاع الخاص اللي هيبقى من حقهم ان هم يتعاملوا او المخاطبين بهذا الحد الأدنى، اي نوع من العاملين؟ يعني العمالة المؤقتة ولا العمالة اللي مش يعني اي نوع؟ العقود اللي شكلها ايه؟ لا، هي المفروض ده بيخاطب جميع كافة العاملين في أي منشأة بتتبع القطاع الخاص وبتخضع لقانون العمل رقم 12 لسنة 2003. حلو جدا. طيب هل من الممكن أنه منشأة من المنشآت، شركة من الشركات، مصنع إلى آخره، يطلب التأجيل أو يطلب الإعفاء أو يطلب مهلة؟ يعني هو حضرتك طبعا عارف ان او يعني كلنا عارفين الظروف اللي بتمر بيها الـ يعني الاقتصاد المصري بصفه عامه، ودايما المجلس القومي للاجور والحقيقه جميع اعضائه سواء كانت الحكومه او اصحاب الاعمال او اتحادات العمال بيبقوا دايما حريصين على ان احنا يبقى فيه توازن بين مصلحه المنشات وكذلك طبعا الحفاظ على المنشآت والعمالة اللي موجودة في المنشآت دي، ان نحاول ان احنا نوفر لها قدر من المعيشة اللائقة بدون المخاف بالمنشأة اللي بتشتغل فيها العمالة دي. فنظرا للظروف اللي بتمر بيها بعض المنشآت في الوقت الحالي، النهاردة الحقيقة في خلال اجتماع تم الاتفاق على ان هيتم السماح للمنشآت اللي بترى ان هي بتمر باي ضائقه اقتصاديه تمنحها من مؤقتا من ان هي تقدر تدفع هذا الحد الادنى للاجور، هتتقدم للاتحادات الاعمال اللي هي تابعه ليها، والاتحادات هتبعت لنا هذه الطلبات في المجلس في لجنه برئاسه وزاره العمل تابعه للمجلس القومي للاجور، هي اللي هتنظر في هذه الطلبات ويتم الرفض او القبول وفقا للمعطيات اللي هتكون بعتها هذه المنشات. عظيم جدا. التأجيل او المهلات عاده بتبقى بتتراوح مدتها من كام لكام؟ يعني حضرتك احنا المفروض كل سنه بيتم النظر في الحد الادنى للاجور، ويمكن احنا مؤخرا السنه اللي فاتت مثلا احنا نظرنا في الحد الادنى للاجور مرتين. فلو قلنا ان احنا دلوقتي ده هيتطبق من 1/5، يعني في اغلب الظن هيتم النظر ثاني مره اخرى في هذه الطلبات مع بدايه السنه القادمه. احنا لسه ده امر يعني مع يناير 25 بالظبط، ولكن ده امر محل نقاش لسه. يعني لا، يعني احنا هنتلقى الطلبات، هيتم اعلام المنشآت بان مثلا لمده 3 شهور، وبيتم اعاده النظر مره اخرى في الطلبات او المنشآت اللي خلاص وضعها تحسن مش هتتقدم تاني، يعني على حسب كل منشأة ووضعها وعلى حسب الحد الادنى ان شاء الله السنه الجايه، هل هيتم الالقاء عليه زي ما هو، هيتم زيادته يعني على حسب الظروف اللي بنمر بيها. طيب ده هل من الوارد، يعني انا لو حطيت نفسي مكان الرأسمالية المتوحشة يعني كلنا هنروح نقدم طلبات؟ انا ماركسي يعني، فانا بالنسبة لي الحاجات حساسة. لا، انا عارفة. فكله هيروح يقدم طلبات ويقول والله يا جماعة احنا بس عايزين مهلة ان شاء الله لحد اول السنة لحد يناير. ما هي بقى دي الفكرة، احنا المفروض ان احنا محددين هيبقى في قواعد تنفيذية للقرار هيتم نشرها على
الويب سايت الخاص بوزاره التخطيط والتنميه الاقتصاديه، وايضا الويب سايت الخاص بوزاره العمل. دي هيبقى فيها كل المستندات المطلوبه والشروط المطلوبه للتقدم بطلب التاجيل او الاستثناء من تطبيق الحد الادنى للاجور المؤقت. وفي لجنه زي ما قلت لحضرتك من برئاسه وزاره العمل هتستقصي بقى هذه الطلبات، ونبدا نشوف مين المستحق للاستثناء ومين غير المستحق للاستثناء. بس الى ان يتم النظر واتخاذ القرار هيبقى في مده زمنيه، ما 3 شهور او 6 شهور صح؟ لا لا لا، هو الفكره ان احنا ان شاء الله هيتم فتح باب الاستثناء او التقدم بالاستثناء لغايه 15 مايو. حلو. بعد 15 مايو خلي بال حضرتك، هو الطلب الاستثناء هيمر بمرحلتين. المرحله الاولى ان المنشاه بتتقدم لاتحاد الاعمال اللي هي تابعه لي، يعني تابعه للغرف السياحيه، تابعه للغرف التجاريه، تابعه لاتحاد الصناعات وهكذا. حلو. الاتحادات دي بدورها، والحقيقه يعني لازم نوجه الشكر ليهم ولاتحاد العمال مصر، لان هم يعني كل حد فيهم الحقيقه كان بيحاول ان هو يقدم كل اللي عنده ان هو يسهل الامور ان احنا نوصل لاتفاق. فالاتفاق اللي تم ان من خلال الاتحادات كل اتحاد حال اول هيصفي الطلبات اللي هتجيله، فدي المرحله الاولى في التصفيه، ثم يرفع للمجلس القومي للاجور، للجنه الشكاوى في المجلس القومي للاجور، الطلبات اللي هو شايفها بعد التصفيه. احنا بقى في المجلس هيتم النظر في هذه الطلبات، فمن المفترض ان لما يوم 15 ده يبقى الاتحادات هترفع لنا الطلبات اللي بعد التصفيه الاولى. فاحنا في المجلس من المفترض ان برضو يعني مش من المفترض ان احنا ناخد فتره طويله عشان نستقصى هذه الطلبات، لان هي هتبقى بالفعل مرت بمرحله اولى من التصفيه. فنقدر ان احنا نرد بشكل ان شاء الله سريع بقدر الامكان على المنشات، لكن مش هتاخد شهرين وثلاثه وحاجات كده. لا حلو جدا، يعني الفلتر الاولاني هو الاتحادات، وبالتالي وارد جدا ان يبقى في منشات بدءا ان شاء الله من نهايه شهر مايو تصرف الاجور طبقا للقرار الاخير اللي هو الحد الادنى بتاعه 6000. هي كل لا هي المفترض يعني هو القاعده العامه ان المنشات كلها هتصرف هذه هذا الحد الادنى للاجور. المنشات اللي هتتقدم بطلب استثناء هي دي اللي هتتم النظر فيها. وانا برضو لازم اقول لحضرتك حاجه هنا، الحقيقه برضو احنا الكلام ده كان تم تطبيقه سنه 22 مع اول تطبيق للحد الادنى للاجور. أيوه. سنه 22 وفتحنا باب الاستثناءات. انا عايز اقول لحضرتك ان عدد المنشات اللي تقدمت بالفعل يعني، ودي كانت حاجه الحقيقه كلنا استغربناها، ما كانش بهذا العدد الكبير اللي كنت متخيل اللي طلب استثناء خالص يعني. فاتمنى ان شاء الله المره دي برضو المنشات اللي شايفه ان هي حقيقي عندها ضائقه ماليه هي اللي هتتقدم. اذا ده احنا كده بقى عندنا تحول من راس ماليه متوحشه لراس ماليه وطنيه. لا انا عايز اقول لحضرتك ان هم رجال الاعمال نفسهم حتى بيقولوا ان فكره ان هو يطلب استثناء ده ما بيبقاش برضه في مصلحته قوي، لان هو لو استثنى العمال اللي عنده بينما منشاه اخرى بتدي لعمالها ال 6000 ده برضه بيبقى ضد مصلحته، لان ده بيخلي العمال اللي عنده بيعزفوا عن العمل عنده ويروحوا لمنشات اخرى. طبعا في ظل وجود تنافسيه هياخدوا بعضهم وهيسيبوه. بالظبط كده، فهي الفكره دايما يعني يعني مصلحه الجانبين، المنشاه اكيد عايزه مصلحتها، ولكن مصلحتها ايضا في راس مالها الاساسي هو العماله اللي عندها، وده الكلام اللي كان بيتقال النهارده الحقيقه. يعني هو في اتفاق في الحته دي ان هي منفعه متبادله. رائع. في الاخر يعني. رائع رائع، ادامكم الله لنا يا دكتور. والله بجد. يعني يا رب كده ادام جميع العاملين على مصلحة الوطن وعلى رأسهم الحقيقة، يعني لازم نتوجه بشكر لكل أعضاء المجلس القومي للأجور وعلى رأسهم طبعا دكتورة هالة سعيد. صحيح. يعني 100% الحقيقة 100% الحمد لله. الحمد انا بشكرك جدا 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 يا دكتور حنان، الف شكر على هذا الشرح وانك استحملتيني. كل الشكر دكتور حنان نظير مستشار المجلس القومي للأجور. اذا كده خير بإذن الله سبحانه وتعالى، إن شاء الله الناس تقدر تحصل على هذا الحد الأدنى اللي هو 6000، يبقى في عدد منشآت قليل جدا اللي يطلب المهلة. أتمنى إن هم يكونوا بيطلبوا المهلة بناء على أسباب حقيقية واقعية، هيتم النظر وهيتم الفحص والدرس والتمحيص، فما فيش حد يقدم ورق يبقى فيه ولو علامة عشرية مضروبة عليكم النبي، علشان يعني هتتضايق لو عملت كده. ف بصوا على مصالح الناس، بصوا على أكل عيش الناس، بصوا على حياة الناس، ما تبصش على نفسك ومحفظتك ورصيدك في البنك وبس، بص على الناس. لو أنت بتشتغل كصاحب منشأة أيا كان حجمها والناس اللي حواليك مبسوطة بيدولك عينيهم، الناس اللي حواليك مبسوطة بيدولك عينيهم، الناس اللي حواليك مش مبسوطة هيطلعوا عينيك.